دي تاني بسم الله الرحمن الرحيم. دي تاني تجربه اللي هي الاسيديتي تيست. الاسيديتي تيست دي عباره ان احنا عشان نستخدم فيها نحدد نعمل ديترمينيشن للاسيديتي اوف ريكونستيتيوتد ميلك باودر. ما نقولش ميلك باودر بس, نقول ريكونستيتيوتد ميلك باودر. دي بنعمل نحدد بيها الاسيديتي. اول حاجه بنجيب بتاع عندنا اللي هي السلم ده, التيوب العاديه خالص قدامنا. بنعمل بعد كده بنحط عليها 2.5 جرام من الميلك باودر. هما بيجوا تمام, هما بيجوا جاهزين كده, جاهزين اصلا. نحطهم تمام, بنحط ادي اهو تيوب ونحط فيهم ال 2.5 جرام من الميلك باودر بتاعنا. المفروض بنحط بعد كده 20 مللي ميه, بس مش بنحطهم على طول. الصح اللي احنا نعمل ايه, ال 20 دي هتتقسم على مرتين, مره 5 ومره 15. الاول هنسحب اول حاجه 5 5 بالظبط. اول حاجه اهو, تاني حاجه بالظبط. هنحط ايه, ال 5 مللي ميه حطيناهم. بعد ما نحط الخمسه نعمل ايه, ميكسينج في جلاس رود. ميكسينج نجيب جلاس رود ونعمل لهم ميكسينج تمام. بعد ما بنعمل ميكسينج بنقوم واخدين برضو ال 15 مللي ميه الباقيين, ادي 10 لحد ما هي 5 ايه. نزل كده 15 خلاص. نعمل برضو ميكسنج تاني بالجلاس رود. نعمل ميكسنج كويس خلاص كده. بعد كده بنحط بقى اخر حاجه, سادس حاجه بنحطها اللي هي 1 مللي فينول فيسالين انديكيتور. 1 مللي فينول فيسالين انديكيتور. اهو تمام مظبوط كده. خلاص كده بنحطهم. بعد كده بقى بنعمل ايه, تيتريشن. التيتريشن ده بيكون عباره اصلا الموجود ميه هنا بتبقى ان او اتش, ان على 9 ده التركيز بتاعه, لان او اتش هو يكون جاي لك جاهزه موجوده اصلا. بعد كده بتقوم جايبها وحاططها على اللي انت عملته وفاتح التيتريشن. تعمل تيتريشن بحرمه اجينست بالراحه. نفضل نعمل تيتريشن اجينس ال ان او اتش اللي هي ان على 9 لحد ما توصل الاند بوينت. الاند بوينت بتاعنا دي اصلا اللي هي المفروض تكون بريزستنت فينت بنت اهو. الاند بوينت بتاعنا زي ما قلنا بتكون بريزستنت فينت بنك كلر. بريزستنت لازم ما تنساش كلمه بريزستنت. بريزستنت فينت بنك كلر. يعني كل ما بتنزل نقطه دلوقتي بيبقى في الفايوليت اهو, بس مش مهم. تعمل ميكس تاني Thank you.
بعد ما خلاص وصلت معانا الاند بوينت اللي هي بيرزيستنت فينت بينك كلر زي اهو زي ما واضح، هنشوف كميه الار اللي نزل، اللي هي كميه الار اللي نزلت عندنا من التاتريش كانت عندنا واقفه من عند 19 ونص لحد ما وصلت لحد فين، لحد وصلت 24 ونص، من 19 ونص ل 24 ونص يبقى كميه الار اللي نزلت دي حوالي 5 مللي. ال 5 مللي اللي نزلوا دول هناخدهم، يبقى دي كميه الار، يبقى كميه الاماونت اوف ان او اي او اتش اللي هي ان على 9 اتش نيوترلايز الاسيديتي اوف اللاكتيك اسيد اللي بيكون في 20 مللي من 20 مللي من السامبل، تمام؟ ودي كميه الار هناخدها نزلت خلي جابت لي الاند بوينت، هروح اوديها واخدها وادخلها بقى في القانون اللي هو عشان اساسي على التجربه اصلا عشان احسب الاسيديتي، تمام؟ يبقى الار اللي نزلت اخدها في قانون الاسيديتي بيرسنت واعوض عليها فيه، اسيديتي بيرسنت بيكون عباره عن الار على 20، هناخد الار اللي هي 5 مللي نزلت على 20، 5 يبقى ال 5 مللي هنعوض فيها زي ما هو بالقانون بالظبط، يبقى ال 5 الار عندها طلعت 5 مللي في الاسيديتي بيرسنت، تمام؟ الار هنحطها هنا ب 5 على 20، مالناش دعوه ده بالقانون، هو القانون بس ار ايه؟ على 20، تمام؟ مالناش دعوه ده كله القانون جه ازاي؟ المهم هنعوض بالار على 20 هيطلع لنا بالظبط 5 على 20 هتطلع لنا ربع اللي هي 25 مللي. كده احنا حسبنا كميه الار اللي عدلت الايه اللاكتيك اسيد اللي موجود في السامبل اللي هو بيعمل لي الثوري الاسيديتي. ندخل على الجادجمنت، يبقى الليجال اسيديتي بتاعنا الطبيعي المفروض يكون ما بين 16 من 100 لحد 18 من 100، ده المفروض الطبيعي ده النورمال، ومعنى هو وصل ما بين الكميه دي يبقى ده نورمال، انما لو كان عندنا ازيد من كده يبقى ده حصل له ثوري. طبعا العينه بتاعتنا طلعت من القانون كام؟ 25 من 100، معنى انها 25 من 100 يبقى الاسيديتي بيرسنت عندي عاليه، يبقى انا عندي معناها كده في ايه في السامبل في ثورين، يبقى السيجنيفيكانس بتاع الاختبار اصلا بتاع الاسيديتي تيست اللي هو ديترمينيشن الاسيديتي اوف الميلك، تمام كده.